السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى؟ نعم. لا شيخ، طالب منك طلبين بس. تفضل. الله المستعان. أنا زوجتي معدية الطريق في عربية ضربتها. تمام يا شيخ؟ سامعك. فركبت شرايح ومسامير، فأنا طلبت من اللي هو ضربها إن هو يعالجها على حسابه، فهل أنا عليا إثم؟ هي زوجتك مخطئة وهو المخطئ. هي الناس اللي شاهدت الواقعة قالوا إن العربية كانت يعني ماشية بسرعة جامدة. لا يعني هو طريق سريع ممنوع سير الناس فيه ولا طريق مباح؟ طريق طريق مباح يعني. يعني مسموح للناس تعدي أمام السيارة ولا طريق من الطرق السريعة التي لا يسمح فيها بالمرور؟ لا طريق عادي يعني في وسط المدينة كده يا شيخ. أيوة في وسط المدينة. وليس سريع. لست بآثم، لا بس في جزئية، أنت تقدر الجرح وتأخذ المبلغ وانتهى الأمر. أنا طلبت بس إن أنا ناخد يعني لو مش ما خدتش حاجة يعني عالجوه على حسابه. أيوه يجوز، بس أنا أقصد مسألة العلاج دي مفتوحة، ممكن يوسع فيها وممكن يضيق، أنت مش كل إذا مش كل ما تحتاج حقنة تذهب إليه، خد مبلغ مقطوع يقيمه أهل الاختصاص وانتهى الأمر. هم اللي بيدفعوا يا شيخ يعني، هم اللي بيدفعوا. خلاص يا أخي، جائز إذا وافقوا. شكرا.